بالأمس القريب جاء لقيادة التانجو كمدرب طوارئ لمباراتين فقط، فلم يعتقد أحد ممن طالبوا بطرده لاحقاً بأنه يحمل وصفة المجد الذي فشل في تحقيقه خبراء سبقوه طيلة سنوات الإحباط. إنه سكالوني ابن المزارع الذي قاد الأرجنتين إلى عرش الكرة العالمية والنجمة الثالثة. في هذا الفيديو الخاص من قناتكم ميد سبورت سنعرض لكم قصته كاملة على شكل 10 حقائق عن ليونيل سكالوني، مسيرته كلاعب، كيف قاده الاكتئاب إلى عالم التدريب، رده على سخرية مبابي من أمريكا الجنوبية، حادث جعله يكره ويقاطع الطيران لسنوات، سر القميص الخاص الذي ارتداه بعد التتويج بمونديال قطر، تهكمه على ريال مدريد، وكيف أفسد يوما تاريخيا للملكي، والمزيد فابقوا معنا. مولده ونشأته. اسمه بالكامل ليونيل سيباستيان سكالوني، ولد في 16 من مايو عام 1978 في بلدة بوغاتا الواقعة في محافظة سانتافيه شرق الأرجنتين، ونشأ رفقة شقيقه الأكبر ماورو في أسرة تمتلك جذورا إيطالية، منتسبا لوالدته أولاليا ووالده أنخيل الذي مارس كرة القدم دون أن يحظى بشهرة كبيرة قبل أن يتقاعد ويتجه للعمل في زراعة محاصيل الذرة والقمح مع نقلها إلى السوق لبيعها عبر شاحنة بضائع امتلكها. وتركزت سنوات الطفل ليونيل المبكرة على لعب كرة القدم مع شقيقه ماورو في شوارع منطقته، كما كان يفضل أيضا ركوب دراجته. وعندما لاحظ والده موهبته الكروية عكف على تدريبه هو وشقيقه قبل أن يساعدهما في الانضمام لأكاديمية نادي سبورتيفو ماتينزو. مسيرته كلاعب. في صفوف سبورتيفو ماتينزو تألق ليونيل سكالوني كظهير أيمن وأحيانا كلاعب وسط، كما برز شقيقه أيضا وتلقى الثنائي تدريبا إضافيا من قبل والدهم والذي أثمرت جهوده في انتقالهما إلى شباب نيويلز أولد بويز عام 95، وحينها لم يتردد أبدا في استخدام شاحنته لنقلهما إلى ملعب تدريب النادي كل صباح قبل أن ينضمان بعد عام واحد إلى شباب نادي استوديانتيس، ومعه تدرجا وصولا لفريقه الأول. ثم كان الاحتراف الأوروبي من بوابة ديبورتيفو لا كورونيا عام 98، وهنا انتهت مسيرة ماورو حيث لعب للفريق الرديف ثم توقف، بينما تألق ليونيل على مدار 8 سنوات ثم خاض عدة تجارب بعد ذلك رفقة ويست هام راسينغ سانتاندر، حيث جاور مدرب المغرب الحالي وليد الرقراقي، ثم لاتسيو، ريال مايوركا، وأتلانتا الذي اعتزل بقميصه نهائيا عام 2015. وعلى الصعيد الدولي لعب سكالوني مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عام، وخاض 7 مباريات فقط مع المنتخب الأول قبل أن يعتزل دوليا عام 2006. مسيرته كمدرب. قبل الاعتزال قرر سكالوني أنه سيصبح مدربا، وأكمل العديد من الدورات التدريبية التي سمحت له بالعمل بعد ذلك مع فريق شباب مايوركا قبل الموافقة على العمل كمساعد لمواطنه سامباولي في إشبيليا عام 2016. وبعد أقل من موسم واحد تم استدعاء سامباولي لتدريب التانجو، فاصطحب معه سكالوني، لكن سامباولي رحل بعد الخروج من مونديال 2018 على يد فرنسا، ليتولى سكالوني تدريب الأرجنتين بشكل مؤقت لإدارة مباراتين فقط لحين إيجاد مدرب جديد، مع الإشراف على تدريب منتخب تحت 20 عاما في نفس الوقت، قبل أن يأتي القرار بمنحه الفرصة كاملة مع المنتخب الأول، وهو ما قُبل بانتقادات عنيفة من الأنصار بسبب قلة خبرة سكالوني، لكن الأخير أجاد الرد بعد ذلك على أكمل وجه، بل ثأر مؤخرا لهزيمة بلاده في مونديال روسيا عقب الإطاحة بالديوك في نهائي الدوحة. حياته الخاصة. يرتبط المدرب الأرجنتيني بفتاة إسبانية تدعى إليسا مونتيرو، وكان قد تعرف عليها خلال فترة تواجده كلاعب مع ديبورتيفو لا كورونيا، ثم تطورت علاقتهما إلى الزواج ورزقا بابنهما الأول إيان عام 2012، ثم استقبل ابنهما الثاني نوح في 2016. وتعيش الأسرة حاليا في إسبانيا، علما بأن زوجة سكالوني هي من قدمت له النصيحة بالحصول على دورات تدريبية والعمل كمدرب بعد أن رأته يعاني من الاكتئاب في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية.
إنجازاته كلاعب: توج سكالوني بخمسة ألقاب جماعية، أربعة منها بقميص ديبورتيفو بواقع لقب للليغا ومثله للكأس ولقبين للسوبر المحلي، كما أحرز كأس العالم للشباب مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عام. وكمدرب سطر تاريخا من ذهب مع التانجو بعد قيادته الفريق نحو لقب كوبا أمريكا العام الماضي، ثم كأس الفيناليسما أو كأس الأبطال، وأخيرا كأس العالم بقطر. وبالمناسبة بات هو أصغر مدرب يفوز بالمونديال منذ مواطنه سيزار مينوتي عام 1978، كما أصبح ثالث مدرب يفوز بكأس العالم وكوبا أمريكا بعد البرازيليين ماريو زاغالو وكارلوس ألبرتو بيريرا. يكره الطيران. عقب التتويج بكأس العالم للشباب عام 97 التي أقيمت في ماليزيا، وفي طريق العودة إلى البلاد تعرضت طائرة منتخب الأرجنتين لعطل فني ما أدى لهبوطها اضطراريا، وحينها عانى سكالوني ابن 19 عام من صدمة دفعته لمقاطعة الطائرات لفترة ليست بالقصيرة، ما أجبر والده على تولي مسؤولية نقله في سيارته الخاصة لخوض مباريات خارج الديار خلال فترة تواجده بصفوف ديبورتيفو لا كورونيا رغم طول المسافة بين بعض مدن إسبانيا. تهكم على ريال مدريد. سكالوني توج بكأس ملك إسبانيا مع ديبورتيفو عام 2002 بعد فوزه في النهائي على ريال مدريد، بينما كان النادي الملكي يحتفل بنفس اليوم 6 مارس بذكرى مرور 100 عام على تأسيسه في حضرة جيل الجالاكتيكوس كزيدان، كارلوس، راؤول وغيرهم. وعندما سئل سكالوني بعد المباراة التي قدم خلالها أداء قويا عن معنى الفوز، صاح الأرجنتيني بأعلى صوته: أفسدنا الحفلة، أفسدنا الحفلة. رد على سخرية باب من أمريكا الجنوبية. عقب التتويج بمونديال قطر علق سكالوني على تصريحات كيليان مبابي التي أطلقها قبل أشهر وأشار فيها إلى تأخر الكرة اللاتينية مقارنة بأوروبا، بدليل أن منتخبات القارة العجوز هي التي توجت بالمونديال في النسخ الأخيرة، حيث قال: كرة القدم في أمريكا الجنوبية على أعلى مستوى ولدينا لاعبون يلعبون في كل مكان. كلمات مبابي أسيء تفسيرها، هو يلعب مع زملاء له من أمريكا الجنوبية ويفهم جيدا، لم يكن هم سبب عدم فوز منتخبات أمريكا الجنوبية بكأس العالم في البطولات السابقة، ولكن بسبب أشياء أخرى. في بعض الأحيان يتعين عليك تفسير الكلمات، ولا أعتقد أنه يريد أن يسخر أو يقول ما أثير. منع ميسي من الاعتزال الدولي. بعد الخروج من مونديال روسيا فكر ليو ميسي في الاعتزال دوليا، إلا أن سكالوني الذي تولى مهمة تدريب التانجو في ذلك الوقت أرسل له رسالة كان مفادها: مرحبا ليو، أنا سكالوني مع بابلو إيمار، نريد التحدث إليك. وبالفعل نجح سكالوني حينها في إقناع البرغوث بالاستمرار، ويبدو أنه في طريقه ليفعل الشيء ذاته مجددا، حيث قال عقب الفوز بمونديال قطر: أعتقد أننا يجب أن نحجز لميسي مكانا في كأس العالم القادمة حتى وإن كان في 2026، بإمكاننا حجز الرقم 10 من أجله. أعتقد أنه اكتسب الحق ليقرر ما سيفعله في نهاية مسيرته، من دواعي الفخر أن أدربه، لأن ما ينقله لزملائه هو أمر لم أرى مثيلا له، لم أرى في حياتي شخصا لديه هذا التأثير. جوانب أخرى. يعتبر بابلو أيمار هو الصديق المقرب لليونيل سكالوني، حيث يعمل مساعدا له في تدريب التانجو حاليا، وسبق لهما أن توجا سويا بكأس العالم للشباب عام 97، وهي أحد أبرز وأهم ذكريات سكالوني، لدرجة دفعته لارتداء قميصه القديم في هذه البطولة خلال احتفالاته مؤخرا بلقب مونديال قطر. في المقابل ورغم بلوغه سن 44، لم يتخلى سكالوني حتى الآن عن عشقه للدراجات، العشق الذي كاد أن يتسبب له بمتاعب بالغة في أواخر عام 2018 عندما صدمته سيارة أثناء ركوبه دراجته، ما أدى لنقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات متعددة، قبل أن ينشر لاحقا صورة لنفسه على تويتر وهو يضع ضمادات فوق وأسفل عينه اليسرى وعلى أنفه وجبهته، وكتب قائلا: شكرا جزيلا على الرسائل، عدة غرز والآن عدت للمنزل. ختاما أخبرونا بآرائكم،
هل يستحق سكالوني جائزة أفضل مدرب في مونديال قطر؟ أم تفضلون مدربا آخر؟